نكمل موضوع الدورانات. من ضمن أنواع الدورانات دوران الجزيرة الوسطية بقوانين وقواعده، زي ما تعلمنا نشرح قاعدة قاعدة بعدين ندمج القواعد مع بعض. أوكي؟ هسا اللي بدك تعرفيه وشغلي قاعدة تفهميها دايما، تسكيرة الأبواب الأمامي والخلفي بتسكروا على منطقة بلغة المركبات نحكي لها شمعة المركبة. شمعة المركبة بتيجي جنب الكرسي الشمال، هاي مصممة هندسيا انها تكون منتصف المركبة. شو مصممة؟ منتصف المركبة بالضبط. اي اشي بيصير جنبها وبلف باتجاهه بالسيارة بتلف حواليه محورية، بيصير ما بتضربه. على التطبيق العملي راح تبين معك اكثر. طلعي لي على الرصيف الشمال اللي هو الجزيرة الوسطية، فتحة الجزيرة الوسطية إذا صارت نهايتها على مستوى الشمعة بقدر ألف الستيرنج على الآخر. طلعي لما تحسي أنا جنب الشمعة حكي لي وقف، هيك تمام. بلف شمال على الآخر، طلعي كيف السيارة، طلعي لعبوز السيارة والرصيف رح تلاقيهم مع بعض اكتملوا. مزبوط؟ مزبوط. هاي الوقفة الآمنة، ما اعتديت على المسرب الآخر. في سؤال؟ لا. تمام. طبعا لفيت في الوقت المناسب، السرعة 10. فهمت علي؟ طبعا. يعني هنا حكينا قاعدة قاعدة، سرعتي 10 وانا جنب الجزيرة الوسطية على قبل 15 متر. بلف الستيرنج لما يصير نهاية الرصيف على مستوى الشمعة. بوقف السيارة لما احس اجري كاحساس جسدي على مستوى ما بين الفتحتين الرصيف، ما بين الرصيف اللي قدامك واللي جنبك. فاهمة؟ شوفي لي الرصيف من هون، ها طلع كيف جاء مستوى اجريكي. اذا مستوى اجريكي طلع لقدام اعرف ان بوز السيارة تعدى على حرمة الشارع الاياب، الشارع الرئيسي اياب. تمام؟ متى بقرر اطلع؟ بقرر اطلع لما احس انه السيارة عني بعيدة. في سؤال كثير بيسألوني اياه، انت كيف بتميز انه هاي السيارة بعيدة اطلع او السيارة قريبة لا تطلع؟ انت لو واقفة على الرصيف هون مشي عجريكي وبدك تروحي تقطعي للجهة الثانية مشي عجريكي، مش انت بتطلع على اليمين وبتشوفي السيارة ورغم انه سيارة جاي بتعرفي انك بتلحقي توصل للجهة الثانية قبل ما تدعسك؟ صح. هذا هو التقدير نفسه تاع السيارة. وانا جوا السيارة بتطلع بقدر الحق ولا بقدرش؟ فمن احنا الاطفال تعلمنا انه فعلا بقدر اميز بين اني بلحق وبلحقش. مزبوط؟ مزبوط. يعني هسا هاي السيارة استنى ولا اطلع؟ هلا بعد هاي اطلع. طب تمام. طيب لفيت فيها ريفيرس؟ لا ممنوع من عطل حركة السير، واصلا الشارع بكفي. ظهرت شاشة السيطرة؟ ظهر الشارع بشاشة السيطرة؟ بعدل على الون. وين بعدل؟ على الون. إلا الأوتوستراد الطرق الخارجية بعدل على الزيرو، لأنه الزيرو هناك مسرب تسارع موجود لحمايتك من السيارات السريعة. يعني بتظلك فايتة بسرعة تقريبا 15-20 باتجاه هذا المسرب، بس تفوتي لو اجوا سيارات مسرعة بيظلهم على الون والتو تعون الرئيسي. فهمت علي؟ الشوارع الداخلية جزيرة وسطية داخلية بالله بنزين عندك يا تسنيم، بنزين لو سمحت. بدي أعيد وأكرر الشرح من أول وجديد بطريقة أوسع كونك فهمتي أكثر من نقطة. أعيد، سرعتي تقريبا 27 صح؟ اخترت المسرب رقم 2 القريب من الرصيف من متر لمتر ونص. مزبوط؟ مزبوط. طلعي لبعيد بالله يا تسنيم. بدي القاعدة الثانية، هاي نزلت السرعة لعشرة. القاعدة الثالثة صارت الرصيف محاذي للشمعة، لفيت ستيرنج على الآخر. الرابعة بوقف بوز السيارة ما بين فتحتين الرصيف. الآن مراقب وانطلاق عاديات تعلمناهم في دروس سابقة، أطلع ولا ما أطلع؟ بطلع. بنزين خفيف جدا وبنزاد بس أشوف حافة الطريق. زيدي بنزين ليش؟ طيب أزيد بيساعدني على تعديل الستيرنج بشكل نشيط وما بيعطل حركة السير اللي وراي. رح أعيد بس بكلمات مختلفة. كيف يعني كلمات مختلفة؟ بدي أفرض هالمرة إنها مش جزيرة وسطية، بدي أفرضها إشارة ضوئية حمراء. طبعا بعد ما أتقنتي أنت الجزيرة الوسطية بتمارينك، الآن بدي أوريكي الجزيرة الوسطية لما يكون عليها إشارة ضوئية حمراء شو لازم أعمل، أو خضراء حتى.
ترك البنزين. هسه في قانون الإشارة يمنع الوقوف ما بعد الإشارة، في خط لاين هيك على الأرض موجود لازم أوقف قبل، مزبوط؟ طيب هيك بطلت قاعدة اللي تعلمناها بالأول، لازم يتعدى كتفي وأوقف جواها، مزبوط؟ مزبوط. طب ضوت الإشارة، بنزين بنزين، حطي بنزين حد سرعة 10، قيمي إجريك أول ما يصير عن كتفي، نفس القواعد نفس القواعد بنزين، بس اللي بيختلف إنه ما بلمس البريك. طب ليش بلمس البريك؟ لأنه أول شيء كنت زيرو صرت 10، ثانيا إشارتي خضراء ممنوع حدا يجي قبالي، صح؟ ثالثا إذا بتلمسي البريك اللي وراكي ما بتوقع إنك تلمسي بريك، فبتعطل حركة السير واحتمال كبير يضرب السيارة من ورا.